الله بينزل صور رائعة وتنحي كل وجود كريم. فرحان بزاف اليوم تواجدي في مدينة وجدة لأول مرة. كنبغي نشكر الناس ديال وجدة على حفاوة الاستقبال وعلى الطيبة وعلى الكرم وعلى الجود. اليوم سعيد جدا بمشاركتي في مهرجان الأناقة والإبداع. كنبغي نشكر المنظمين، كنبغي نشكر السلطات، كنبغي نشكر كاع الناس اللي قيمين على هذا المهرجان، وأنا فرحان بزاف بزاف. السلامة، تحية من صوفيا ميغامرا التونسي، سفير لباس تقليدي التونسي. ومشاركة متاعي اليوم حقيقة كانت حلوة برشا بزاف على قولتكم بمهرجان الإبداع والأناقة بمدينة وجدة المغربية. نحب نشكر الشعب المغربي على حسن استقبال الضيافة الترحيب والكرم اللي حقيقة غمرني به، حسيت روحي كاني في تونس حقيقة. يعني قد ما نقول في الشعب المغربي وشوية أنا فرحان برشا. السلام عليكم، معكم أنس السعودي. أنا فرحان بزاف بتواجدي لي في وجدة في مهرجان الأناقة والإبداع. شكرا على الدعوة ديالكم، هذا شيء جميل بزاف. شبارك اليوم أنا فرحان حيت كاين في مهرجان الأناقة والإبداع في وجدة. كنشكر بزاف المنظمين اللي استضافوني في هذه الليلة اللي مباركة. كنشكر وجدة، كنشكر الناس ديال وجدة على التفاعل ديالهم. هاد المدينة هي المدينة الثانية ديالي، أنا من مدينة بركان، ولي الشرف أنني حضرت لتاني مرة في تظاهرة في هاد المدينة هادي. ونتمنى إن شاء الله تكون تظاهرات أخرين ونجيو نفرحوا مع ولاد البلاد. وشكرا لكم بزاف، وشكرا أصوات داني فتيحة، مضيف مهرجان الأناقة والإبداع لهاد السنة الدورة الرابعة اللي ندار هاد السنة في المتحف، يعني في هاد المعلمة اللي كتشوفوا مسرح محمد السادس.